بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، متابعينا الحلوين، متابعينا الكرام، الناس اللي بتسأل على العروض. نزل لكم النهاردة بأجمل العروض، مع عروض ما شاء الله تبارك الله، عروض القاني وعروض العجر. زي ما انتم شايفين معانا النهاردة أول عرض تبارك الله، خمس خرفان، حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، زائد رميسة، اللهم صل على سيدنا محمد، رميسة لباني وعشر كبير، عشر فوق الثلاث شهور، حاجة تبارك الله. زي ما انت شايف، صلي على سيدك النبي وادعمني بلايك وشير، واللي بيشوف الفيديو يصلي على الحبيب المصطفى ويدينا مشاركة الفيديو عشان الفيديو يوصل لأكثر عدد ناس. اللهم ارزقنا وارزقكم وإيانا وإياكم أجمعين. صلوا على سيدنا النبي. زي ما انتم شايفين يا اخواننا، العرض ده شايفين اهو، شايفين الماء الرميسة، شايفين حاجة تبارك الله، اللهم بارك. دي النعجة يا اخواننا اللي وراها خروف، حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بس عايزة لها شوية كرامة، بس حاجة نعجة سنة بالصلاة على النبي، سنة نظيف وراها خروف تبارك الله، حاجة بصوا شايفين الصنعة الخرفان يا اخواننا، فيهم خرفان تذبح شايفين، وفيهم خرفان لسه عايزة تكمل وتاكل، وربنا يبارك لي صاحب النصيب. الخرفان دي لو تكرمتها وربنا بارك لك فيها، ربنا يعشيك فيها ان شاء الله، والرزق على الله، الرزق على الله، الانسان ما عليه الا السعي، وربنا اللي بيرزق الجميع. شايفين شايفين هم قدامك بياكلوا، حاجه تبارك الله، ده الاكل اللي قدامك على الطبيعه، وبنقول لك تعالى شرفنا وتفرج على المال بعين، اتفرج على المال زي ما انت شايف بيد، بعين المال بعينك، وشوف المال قدامك، ومش عايز تشرفنا. احنا بنتعامل بطريقتين، يا اما تحول لنا حق المال ونبعته لك ونشحنه لك اي مكان انت عايزه، يا اما تشرفنا وتاخذ واجبك في اسوان، في محافظه اسوان، مركز دراو، مركز دراو، قريه بلانه، حاجة تشرف. نقول رقم التليفون 011-5431-4740، نقول تاني 0100-4928-87، رقم للعرض على القناة. ومعانا العرض الثاني 10 روس مائز، 4 مائز وراهم 4 مائز والدين، كل مائز وراه جدي إلا واحدة فيهم جايبة جوز، وراها جوز ذكر، وراها جدي وسخلة، وراها وعشر تاني فوق عياله، وراهم الجدي الطلوقة ده، كده العدد 10 روس. حاجة استبارك الله، اللهم بارك في المال، حاجة استبارك الله. العرض الأولاني يا أخواننا كان بواحد وأربعين، اللي هو عرض الغنم، كان بواحد وأربعين ألف وخمسمية، ده فلوسه غير عرقهم. ودولة اللهم صل على سيدنا محمد، اتفرج على المال وشوف الجديان وشوف الماعز. ودولة يا اخوان الناس اللي بتسال على حاجه زي دول كده، ينفعوا فوق سطح، ينفعوا في غرفه، يعني ايه صنف خفيف تربيته، واي اكل يقضي مع الماعز، يعني الماعز حلاوته اي اكل بياكله، اي قش بياكله، شويه تبني بياكلهم، شويه قش ناشف بياكله، شويه عيش ياكله، يعني ايه مش متعبين في اكلهم. حاجة استبارك الله، ده اللي عايز يبدأ مشروع، معانا مشروع متكامل، أربع مائز بعيالهم وجدي، حاجة تشرف. اللي عايز يبدأ مشروع خفيف وربنا يبارك له فيهم، إن شاء الله دول بعد سنة أو سنة، بعد سنة يبقوا قديهم تاني إن شاء الله، لو ربنا بارك لك فيهم. وهذه الجدي بتاعهم جدي طلوقة، حاجة كسر أربعة استبارك الله، اللهم بارك. للتواصل 011-5431-4740، محافظة أسوان، مركز دراو، قرية بلانة. العرض ده يا إخواننا ببلاش، شايفين المال وجماله، صلوا على سيدنا النبي. أهو العرض ده يا إخواننا بخمسة وثلاثين ألف جنيه ببلاش العروض، المال بنقول انزل اشتري المال اليومين دول ببلاش. فنصيحة قوية، اللي معاه قرش وعايز يشتري يلحق يشتري قبل المال ما يرفع تاني. المال اليومين دول رخيص جدا، الحق يشتري لك في المال، في وفرة عن الأسعار لما بيرفع المال، في المال ده يبقى بفلوس.
يعني أربع معيز وراهم عيالهم وجدي طلوق وراهم، دول مزرعة كاملة متكاملة احنا بنقدمها لك النهاردة بعرض ولا في الأحلام 35,000 جنيه. استبارك الله، اللهم بارك، حاجة تشرف. نقول العرض تاني من محافظة أسوان، مركز ضراو، قرية بلانة. صلي على سيدك النبي وادعمنا بلايك وشير، واللي بيحبنا يدعمنا واللي مش بيحبنا برضو يدعمنا ويصلي على سيد النبي الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمي سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.